يا شباب الثورة هيا وانطلق يا مركبي للأراضي اليونانية أنا بنوس من بعد إذنك ممكن تغير لي هالغنية؟ استغفر الله العظيم، أنا عم غني مشان أنسى وجعي وأنتم بتجوا بتسكتوني. الجالية العربية في تركيا انفتاح ثقافي أم ضياع هوية؟ هو العنوان الأبرز للملتقى الحواري للشباب في تركيا الذي يسلط الضوء على الانفتاح وتحدياته. الملتقى الذي ينظم لأول مرة جمع عددا من الشباب العربي معظمهم سوريون، ناقشوا خلاله مفهوم الحرية والانتماء والاندماج. الهدف هو تسليط الضوء على الإشكالات الفكرية تحديدا اللي عم تواجه الشباب العربي، والعربي ليس تحديدهم كعرب لكن اللي عايشين جايين من المنطقة العربية وعاشوا الأزمات، فتسليط الضوء على إشكالياتهم ومحاولة وضع يعني أو إيجاد برامج حقيقية للعمل نشتغل عليه، ما منا فقط نسلط. المشاركون في الحوار الشبابي يؤكدون أهمية هذه الندوات في طرح التساؤلات وربما إيجاد الحلول لكثير منها وتطبيقها بشكل تدريجي. ممكن تفيدني كطريقة تفكير، كمنهج للتعامل بين المجتمع العربي والتركي، أما هي كإفادة يعني لا أظن أن هناك إفادة على المستوى القريب على الأقل، ولكن هي خطوة جميلة لتفعيل دورنا كشباب عربي موجود في تركيا. التفاعل مع المجتمع التركي والتغيير الثقافي والديني بين المجتمعات هدف يقول المنظمون إنهم يسعون إليه من خلال استمرارية الملتقى بشكل شهري لمناقشة قضية معينة. عمار أوريانت نيوز، إسطنبول.